كيف يعمل على تصحيحها، لأن المتعلم بطبعه ذكي ومراوغ، ولا يكاد يكشف عن تمثلاته الحقيقية تجاه المفهوم المراد تدريسه. وهذه مسألة مجربة معروفة، تسأل المتعلمين هل فهمتم، فيجيبونك بصيغة وبشكل جماعي نعم، لكن الحقيقة غير ذلك. الباحثون السيكولوجيون في موضوع التمثلات ريبريزونتاسيون يشبهونها بالجبل الجليد الذي يظهر منها جزء صغير جدا، وهي عملية صعبة إن لم يكن المدرس على قدر كبير من المهارة ومن الرسوخ في هذه الطريقة، يستعمل وسائل معينة، عصف ذهني، تشخيص إلى غير ذلك، فيكشف عن التمثلات الحقيقية للمتعلم تجاه المفهوم. فقلت تحدث هذه الخلخلة وهذا التصدع، اللا توازن، عدم توازن في هذه العملية بين المرحلة الكوموند الأولى، المرحلة التوازن الأولى والتوازن الجديد، تحدث هذه العمليات من استيعاب مفهوم جديد، ملائمته، وحدوث هذه العملية التي تؤثر على هو عملية التكيف لادابتاسيون. فإذا هكذا يتم التنظيم الذاتي للبنية المعرفية، إذا جانب ديناميكي وحركي للبنية المعرفية عند المتعلم. هذه الصورة، هذه الخطوات تلخص بشكل كبير قواعد وأسس النظرية البنائية. فإذا نأتي للشريحة الموالية، نعرج على بعض المبادئ التي ترتكز عليها هذه النظرية من أجل تحقيق التعلمات واكتسابها عند بياجي، وطبعا وفق رؤيته. فالتعلم عند بياجي لا ينفصل عن التطور النمائي للعلاقة بين الذات والموضوع. التعلم لا ينفصل عن التطور النمائي للعلاقة بين الذات المتعلمة، وبين المعرفة، بين الموضوع. إذن هناك علاقة تفاعلية قائمة بين هذين العنصرين الرئيسيين. التعلم يقترن باشتغال الذات على الموضوع، ثم الاستدلال شرط لبناء المفهوم. المفهوم لا يبنى بشكل اعتباطي وتراكم معلومات. وربما في الحصة السابقة قد أشرت لكم أن من أفضل أساليب التدريس وطرق التدريس هو ما يسمى بالتدريس بالمفهوم، ومن رواده هناك عدة نموذج برونر، من رواده لعلها إسبانيا على ما أذكر هيلا طابا، من الرائدات في هذا المجال في التدريس بالمفهوم. بدل تدريس الجزئيات، قد يتيه المتعلم في الجزئيات، لكن إذا تم تدريسه بالمفهوم وتدريس المفهوم طبعا وفق القواعد العلمية، وأخذا بعين الاعتبار القواعد العلمية للاستدلال مثلا كشرط، لأن المفاهيم لا تبنى اعتباطا هكذا. ثم من المبادئ الأساسية أن الخطأ شرط للتعلم. الخطأ شرط للتعلم، وهنا من البيداغوجيات النشيطة التي تعلمونها جميعا، التي تأخذ بها المقاربة بالكفاية، هي بيداغوجيا الخطأ. فممارسة سلسلة من الاختبارات لاكتشاف الوضعية أو الحل أو الإجابة الأفضل. ثم الفهم شرط للتعلم، فهم الأخطاء وبناء واختيار الأسئلة، والإبعاد تدريجي لحالات الغموض والتشويش. بناء آخر، أن التعلم يقترن بالتجربة وليس بالتلقين. هيكلة الواقع عن طريق إعمال ميكانيزمات الاستيعاب. كما أن التعلم هو نفي وتجاوز للاضطراب، تجاوز احتمالات حالات تشويش في الأبنية المعرفية السابقة. فلا شك أن تعلما بهذه يحترم ويرتكز إلى هذه المبادئ سيكون تعلما له معنى، وتعلم
له دلالة بالنسبة للمتعلم. إذا نخلص ونستنتج مما سبق، نمضي إلى الشريحة الموالية، أن التعلم يقتضي فعالية المتعلم وإيجابيته في بناء تعلمته، أن البنائية تعطي اهتماما وتولي اهتماما أكبر لشخصية المتعلم، على اعتبار أنه محور العملية التعليمية التعلمية ومركز الاشتغال. الشريحة الموالية، نعم جزاك الله خيرا، قلت التعلم يقتضي فعالية المتعلم وإيجابيته في بناء تعلمته، ثم أن التعلم الناجع يقتضي صياغة استراتيجيات يحتل فيها المتعلم الدور الأساس والفعال، بحيث يفسح له المجال لممارسة أفعاله وأنشطته الحركية والذهنية بغية توصله إلى بناء المفاهيم، التي تتعلق بموضوع التعلم. أيضا من استنتاجات أن التعلم يقتضي استعمال وسائل البحث والتنقيب والتنظيم، ثم إلا على أساس المعرفة القديمة، هنا ترابط المفاهيم. وفي هذا رد على ما تقول به السلوكية أن المتعلم علبة أو ورقة بيضاء أو علبة سوداء. انتقل إلى إن لم يكن هناك من أسئلة، إلى آخر نظرية من نظرية التعلم، ألا وهي السوسيوبنائية. الأستاذ أبو آدم، لو تكرمنا نمر إلى الشريحة 78. التطبيقات التربوية للنظرية البنائية اعتمادا على الأسس السابقة. الشريحة 78، هذه ربما لخصنا هذه الشريحة في الصورة التي مضت. الشريحة 78، نعم، التطبيقات التربوية للنظرية البنائية، الوضعية المشكلة، اعتماد الوضعية المشكلة في التدريس، وبناء على ذلك المقاربة التي تؤطرها النظرية البنائية بالدرجة الأولى هي المقاربة بالكفاية. فهكذا يمكن القول إن عمل المدرس يتجلى أساسا في تصميم وضعيات تعليمية تعلمية من شأنها أن تطرح صعوبات في وجه المتعلم، وعلى هذا الأخير أن ينسق جهوده ويخطط لعمله بغية إيجاد الحلول الملائمة. فتوجيه المدرس لأنشطة المتعلم دون إفراط أو تفريط من شأنه أن يعمل على إكساب المتعلم مجموعة من الآليات والتقنيات التي تسمح له بالبحث دائما عن تحقيق التوازن عن طريق الضبط الذاتي. بعض الإخوة يشاركوننا بعض الآراء. النظرية البنائية تهتم بالعمليات المعرفية الداخلية للمتعلم. نعم أستاذ رشيد، المتعلم يملك قدرات فطرية عكس ما يقوله التجريبيون. الأستاذ حسن سبق يتحدث عن النظرية السوسيوبنائية لصاحبها فيغوتسكي. والأخ المتواضع، أيمكن الحصول على شرائح هذا العرض من فضلكم؟ حقوق الطبع محفوظة أيها المتواضع، حفظك الله. إن شاء الله سأمكنكم من هذا العرض، تصلوا بأبي آدم بعد إن شاء الله الرحمن الرحيم. فمرحبا بكم على الرحب الساعة. إخوة الكريم، لي سؤال، هذا سؤال جيد، هذا ما كنت سأسأل عنه يا أخي ياسين. كيف نطبق هذه النظرية في الفصول الدراسية؟ كيف نطبق البنائية ونستمد من قواعد ومبادئ البنائية في الفصول الدراسية؟ ولكم الكلمة. هذا سؤال جيد. تفضلوا.
مشكورين مأجورين. البدء بوضعيات مشكلة، النشاط العلمي. أستاذ عبد المجيد الخطيب، مرحبا بك. كيف لو تشرح لنا في النشاط العلمي مثلا كيف يمكن تطبيق هذه النظرية؟ أستاذ محفوظ يقول البحث عن التمثلات، العمل بالتمثلات في النشاط العلمي، خلق وضعيات مشكلة. أضيف لكم سؤالا ثانيا يكون يوجه في الإجابة. تعلمون أن من المقاربة بالكفايات استندت إلى مرجعيات بيداغوجية وإلى نظرية تربوية، في مقدمتها النظرية البنائية. المقاربة بالكفايات تستند إلى النظرية البنائية، وبما أنها مقاربة لابروش بار كومبيتونس، مقاربة تؤجرئ العملية التربوية بشكل أو بآخر، لا شك أنها تمتح وتأخذ من هذه النظرية، أليس كذلك؟ وبالتالي فما هي في نظركم أهم مداخل التدريس بالكفايات؟ أنتم الآن تدرسون وأساتذتنا يدرسون وفق المقاربة بالكفايات، على الأقل نجيب نظريا، ما هي أهم مداخل التدريس بالكفايات؟ التمركز حول المتعلم، استند على النظرية البنائية طبعا أستاذ عز الدين، خلق صراع معرفي أستاذ العربي وسوسيو معرفي صحيح، استدعاء التمثلات ثم وضعية مشكلة ثم من خلال حل وضعية يتم بناء مفهوم ممتاز أستاذة فاطمة، ضمان انخراط المتعلم في بناء التعلم ممتاز جدا، إعطاء معنى للتعلم أستاذ بن سعيد، أستاذ رشيد ذاتية المتعلم، الأستاذ المتواضع إعطاء معنى للتعلمات صحيح، التمركز حول المتعلم. فإذا إجاباتكم تتفق على هذا، والتفصيل أطول. أهم مداخل التدريس بالكفايات أولا مركزية المتعلم، وهذا ما تشير إليه البنائية، مركزية المتعلم. ثانيا مدخل الوضعية المشكلة، فلا يتصور تدريس ها قد عاد الصبيب من جديد. فإذا قبل أن ننتقل إلى النظرية السوسيو-بنائية، أسأل الإخوة سؤالا أيضا حول العلاقة بين البنائية وبين السوسيو-بنائية. ما العلاقة بين البنائية وبين السوسيو-بنائية، وما هو الجديد الذي أضافته السوسيو-بنائية لصاحبها فيغوتسكي؟ كلاهما الأستاذ عز الدين يقول كلاهما يجعل المتعلم يبني معرفته، نعم. والأستاذ رشيد التمركز حول المتعلم ما في ذلك شك. الأستاذ محمد يقول المحيط بمعنى مراعاة المحيط في بناء التعلمات. الأستاذ محفوظ الأولى نسيت محيط التعلم، الأولى يقصد البنائية، بينما السوسيو بنائية تركز على ما يسمى بالتعلم الاجتماعي. والأستاذ حسان يضيف فكرة أخرى، الوسيط الجديد، السوسيو بنائية تضيف تأثير المحيط. نعم أستاذة فاطمة، الإضافة الجديدة للسوسيو بنائية أن المتعلم يتعلم في إطار جماعة في البنائية أيضا. أستاذ عبد المجيد التعلم الذاتي للمعرفة أيضا في هذا موجود أيضا في البنائية. عبد رب النبي العلاقات الخارجية، نعم وأضيف إليها سؤال أيضا
يرتبط بسياق سوسيوبنائية هو هل وقع التلاقح بين النظريتين، بمعنى هل طلع فيغوتسكي أو بياجي على أبحاث أحدهما؟ أستاذ محمد يقول نعم. أستاذ الزيدي، إن البنائية الجديدة الجانب الاجتماعي حاضر بقوة إضافة إلى الذات العالمة. نعم، السؤال هو هل كان هناك تلاقح بين النظريتين؟ هل وقف كل منهما على فيغوتسكي توفي في سنة 37؟ هي تنحدر من البنائية. فيغوتسكي تلميذ بياجي عمره كان 37 سنة عند موته. نعم، لكن لم يقع تواصل بينهما. وتعلمون الفترة التي تواجد فيها فيغوتسكي في الاتحاد السوفيتي حينها، والحرب الباردة بين الغرب والشرق، فيغوتسكي أخذته المنية قبل أن يستكمل مشروعه الغني والجيد جدا. حقا أبحاثه كانت رائدة جدا، خاصة في مجال اللغة والفكر، وله كتاب أيضا كتاب يحمل هذا العنوان، اللغة والفكر، هو مترجم منشور مطبوع هنا في السوق المغربية. على كل حال أشكركم على تفاعلكم وعلى إجاباتكم المميزة. ننتقل إلى الشريحة الموالية. أبو آدم، لنتحدث قليلا قبل أن نختم عن السوسيوبنائية وأهم مبادئها باختصار شديد، وليعذرني الإخوة الأكارم، قد أخذ مني العياء مبلغه ودعواتكم. فإذا العوامل المسؤولة عن حدوث التعلم، المفاهيم المركزية في هذه النظرية، وطبعا هي مرتبطة بشخصية صاحبها ليف فيغوتسكي، كان مسرحيا متأثرا بأدب شكسبير ورواياته، ثم انتقل إلى مجال علم النفس ومجال اللغة، وحوصر سنة 1917 حصارا شديدا إلى أن أصيب بمرض السل فوفته المولية أبو آدم. لو سمحت الشريحة 80، أحاول أن أقرأها وإياكم. السوسيوبنائية لفيغوتسكي، هذه النظرية التي تنتمي إلى علم النفس الاجتماعي ترى أن الكفايات تبنى من خلال التلاقح والتفاعل بين الفرد والمحيط، والإخوة أشاروا إلى هذا من الإضافات الجديدة التي أتت بها هو التلاقح بين والتفاعل بين الفرد تعلمات، أي أن الفرد يبنيها بكيفية نشيطة من خلال سياق قائم على التفاوض والتفاعل مع الأقران والمحيط، مع إعطاء معنى لتلك التعلمات. كما يقدم فيغوتسكي من خلال هذه النظرية مفهوم منطقة النمو المحادية، وهذه هي المبادئ الرئيسية التي أريدكم أن تتوقفوا عندها لتلخص أفكار فيغوتسكي والنظرية السوسيوبنائية في اكتساب
حسب التعلمات يتحدث عن ما يسمى به من فقط النمو المحيط دو ديفلوبمون بروكسيمال، وهي بين منطقة النمو الحالية لكل طفل. إذا يتم وفق مناطق تختلف من فرد لفرد تبعا لمنطقته الحالية ومنطقته المتوقعة. إذا بين أن يصل المتعلم من المنطقة الحالية إلى المنطقة المتوقعة، هنا يلح على دور الراشد فإذا من المفاهيم المركزية الشريحة الموالية أستاذ أبو آدم، من المفاهيم المركزية السوسيوبنائية مفهوم النشاط ومفهوم التعلم. كيف تنظر هذه النظرية إلى النشاط وكيف تنظر إلى التعلم، مفهوم التعلم؟ النشاط في السوسيوبنائية يمثل السياق الاجتماعي الذي يحقق فيه الطفل تفاعله مع الراشد، إنه المجال الذي تشكله وتعمره وتعمره مختلف الأنماط الثقافية والاجتماعية لمجتمع ما، ويعمل الطفل على استبطان مقولاته ليبني وظائفه العقلية ويحقق بالتالي النماء المعرفي. هنا كاين نمو عقلي، بناء الوظائف العقلية، نمو عقلي في علاقته مع بناء المعارف ونمو معرفي. من معي جيدا، التعلم مكون تعلم بالنمو السوسيوبنائية. كيف أن التعلم ينشط النمو، النمو المعرفي والنمو الذهني للمتعلم، ويتحدث عن لحظة. إذا رجعتم للمفاهيم السابقة في الجيشتالتية، في الجيشتالتية من مبادئها مثلا لو تفضلتم، في الجيشتالتية مجموعة من المبادئ والقوانين، منها المبدأ يشبه قريب من هذا المفهوم. السيدة فاطمة تقول بالاستبصار، وهو كذلك لأنه نشاط ذهني فجائي. ممتاز جدا. إذا الحمد لله الهدف تحقق، القضية الراجعة إيجابية. إذا مفهوم التعلم لحظة مكونة ومنشطة للنمو. لاحظوا العلاقة بين التعلم وبين النمو، النمو العقلي والنمو الذهني، وتتحقق عبر تنشيط السيرورات والوظائف الداخلية للطفل والتي تكون سهلة المنال. فيجوتسكي طبعا تفسير هناك، ارجعوا إلى كتابه اللغة، وكما قلت لكم الاتحاد السوفيتي حينها في 2017 تزامن ذلك، فحصر من تعميم إنتاجاته. فإذا تواصله مع الراشدين والأقران المبدأ الموالي حين، انتبهوا إلى هذه، حين يتدخل تنطلق شرارة التعلم، بمعنى أن من أدوار الأستاذ أو الراشد التربويون الأقدمون من أسلافنا ابن خلدون، التدريس كي صاروا التدريس صنعة. كيف الأستاذ عز الدين، عن أي فكرة تتحدث التي يشوبها الغموض؟ فإذا الراشد يتدخل تدخله فرصة التعلم، فتنطلق شرارة التعلم لديه.
لا بد لكي يكون التعليم الذي له معنى بالنسبة يدخل الراشد، وفي الغالب الأحيان يحس بالسهلة، فكيف يتدخل ومتى؟ معناه انطلاق شرارة العلوم لا تحققه أخي عز الدين، لا تحقق، بل إن المعارف والمهارات يلقون في الخريج، وعلى الطفل أن يتفاعل معه في إطار أنشطة الفصل. بالقرين أيضا من المبادئ التي تناسب في بعض الأدب التربوية، هذا معنى لعل الصبي بعد مرة إذن. السلام عليكم ورحمة الله، هل لازلتم معي أم غادرتم الغرفة؟ الصبيب، شكرا شكرا أخ أبو ندى. إذا أبو آدم قال بأننا قد نمنا وأخذ منا العياء مبلغه، فإذا نزولا عند رغبة بعض الإخوة، وأيضا بدوري بلغ مني العياء مبلغه، أختم بهذه الشريحة، الشريحة 82. أخي أبو آدم، هي تلخص أهم المبادئ التي جاءت بها النظرية السوسيو-بنائية في الجانب التربوي التعليمي. إذا هناك مستوى الأداء المستقل زون دو ديفلوبمون أكتويل، أو منطقة النمو الحالية التي عليها المتعلم كي ينتقل إلى منطقة النمو القريبة. هنا لا بد من تدخل الراشد كما يسميه فيبوتسكي، والمهمة في صعود وفي صعود أيضا، فهي ننتقل من مستوى إلى المستوى الثاني، وهكذا العملية تتكرر. فإذا الفكرة الأساسية في السوسيو بنائية، بالإضافة للسياق الاجتماعي وللمحيط، أضاف فيغوتسكي مسألة القرين، ثم تدخل الراشد على أنه يطلق شرارة التعلم، وعلى أنه صانع لفرص التعلم بخلاف دور المعلم في النظريات التربوية الأخرى. مثلا دور الراشد هو أنه يطلق هذه الشرارة، وأنه يصنع هذه الفرصة، يوجه المتعلم كي ينتقل من منطقة النمو الحالية إلى منطقة النمو المحادية، يعني الهدف المطلوب أن يصل إليه المتعلم. أرجو أن أكون قد وفقت بإذن الله سبحانه وتعالى في التواصل معكم بخصوص بعض أساسيات سيكولوجية التربية، وإلا فمباحثها لا زالت مفتوحة للدراسة وللنقاش والمذاكرة والتحليل. اقتصرنا فيها على مدخل مفاهيمي وعلى أساسيات نظريات التعلم. هناك امتدادات أخرى للسوسيو بنائية وللبنائية، على اعتبار أنها هي الباراديغم المؤطر بشكل أكبر للمقاربة بالكفايات، للمقاربة التي تحتاج أيضا إلى نقاش مفصل إن شاء الله. تندرج تحتها أيضا مجموعة من البيداغوجيات النشيطة الفارقية، الخطأ، البيداغوجية اللعب، التعاقد، وهكذا. لعل الله سبحانه وتعالى يقدر أن تتاح لنا فرص أخرى للتواصل التربوي وللتواصل العلمي. ف
فمشكورين مجددا، الشكر موصول لكم أيها الإخوة والأخوات المشاركين والمشاركات. أحييكم من هذا المنبر، من الغرفة التربوية الصوتية بإشراف الأستاذ محمود والإخوة الأكارم على رأسهم أبو آدم. تقبل الله جهود الجميع، وسعدت بلقائكم والتواصل معكم في هذه الحصة وفي التي سبقتها. أرجو أن تفتح لنا فرص أخرى للتواصل في الواقع إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز. شكرا للإخوة القائمين على الغرفة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا أستاذي ساجد على تفضلك وصبرك ويعني تقاسمك هذا الموضوع الشيق والشيق جدا، ويعني الذي له إضافة بطبيعة الحال عند الأساتذة، فجزاك الله عنا ألف خير. يعني صراحة نال مني العياء كنت مسافر اليوم، لذلك يعني سنفتح النقاش اللي كان شي حدا من شي إلى آخرات أو أسئلة أو ما إلى ذلك قبل أن نختم، فرجاء ما يكونش مداخلات طويلة بزاف، والأنظار من طبيعة الحال متجهة إلى أخواي، يعني صراحة سي عز الدين وسي عبد القيف، سي عز الدين وسي زايدي، نريد منكما يعني مداخلتين ولو تكونا يعني غير قصيرتين قبل أن نختم، وأيضا باقي الإخوة اللي عندهم شي مداخلة أو إضافة أو ما إلى ذلك فعلى الرحب والسعة. في انتظاركما دائما وفي انتظاركم جميعا إن شاء الله تعالى. الحمد لله هناك بعض الذين التحقوا، ما حدث من أول عرض، الحمد لله أن العرض مسجل وإن شاء الله سيتم نشره يوم الغد بحول الله. إذا أستاذي سعد لك مني أجمل وأحلى وأرق لك. مساء الخير، أمسية طيبة للجميع، أتمنى أن يكون الصوت مسموعا. تحية لرواد الغرفة بإدارة الأستاذ محمود، تحية للمفتش التربوي الأستاذ خالد على عرضه الشيق ممتع بطبيعة الحال، ولأخي أبو آدم وصديق وجاري العزيز. إذا لكي لا أطيل لأنه تعب أحد منكم أفاده، سؤال فقط للأستاذ خالد، هل أنتم راضون على التقسيم الذي جاء في الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي، يعني في شقين متعلق بالخلفيات النظرية للبيداغوجية أو للمقاربة بالخلفيات، يعني كاين واحد التقسيم معين أنه تم يعني الفصل بين النظرية البنائية السوسيو-بنائية والمعرفية، في حين أنه هناك تقسيم آخر يعني يدخل البنائية والسوسيو-بنائية في إطار ما هو معرفي. ولكم مني جزيل الشكر وأمسية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله. يعني شكرا جزيلا أستاذي سي عز الدين. إذا كان شيء أخ أو أخت له مداخلة أخرى على شكل سؤال أو إضافة أو ما إلى ذلك فعلى الرحب والسعة. أكيد إن لم يكن الأمر كذلك فسي خالد سبحانه غادي نزيد من حنكة شوية، فقط يعني حضرت متأخرا ورقة الدخول سيسردي. إذن سي خالد لو تكرمت ولو تفضلت يعني بكلمة صغيرة، يعني من باب
التاريخ على يعني ملاحظة السي عز الدين، نحن راضون عن التقسيم اللي يعرف في الدليل البيداغوجي الذي يخص نظريات التعلم. أكيدا ولكن من أجمل وأحلى وأرقى. جزاكم الله خيرا، شكرا الأحبة جميعا على صبرهم وعلى تحملهم معنا خلال هذه الرحلة الماتعة والممتعة. أخي أبو آدم، لو تفضلت أن ترجع إلى الشريحة 42 42 فلعل فيها جوابا عن السؤال. الشريحة 42 ربما أتفق مع الأخ في سؤاله حول التقسيم، وهذا اعتبار على أساس أن النظرية التربوية قلت بأن هناك النظرية السلوكية وهناك النظريات المعرفية، وأدخلت فيها الجشطلطية والبنائية والسوسيو بنائية، وبالتالي هذا ما ذهب إليه الأخ الفاضل، ما يسمونه بالكونيتيفية على كل حال في الأدبيات التربوية، يدخلون فيها الجشطلطية والبنائية والسوسيو بنائية. هذه النظريات هي كباراديغمات مؤطرة للمقاربة بالكفايات، لأن المقاربة بالكفايات تجعل لها كمرجعية النظرية المعرفية جملة، من ضمنها الجشطلطية والبنائية والسوسيو بنائية. هذا لا يقدح في ما ورد في الدليل البيداغوجي. على كل حال، الإخوة الذين اشتغلوا على الدليل، هذا الشهاد أنا من مبادئي في الحقل التربوي في الجانب التربوي والبيداغوجي والديداكتيكي دائما ألح على هذا، ينبغي أن يكون الاختيار معللا، أن ندافع عن الاختيار وعن الاعتبار مثلا في التصنيف أو في التقسيم، أو أن يكون علميا وأن يكون بيداغوجيا وتربويا معللا ديداكتيكيا، لا ضير في هذا على كل حال. وإلا فالظاهرة التربوية هي بما أنها مصبة على غير معقدة جدا، وطبيعي جدا أن يقع فيها الاختلاف، سواء في التصنيف سواء في الاعتبار. أنتم لاحظتم ربما لم نفصل القول في هذا، نظرية داخل نظرية ذاتها السلوكية مثلا نجد فيها تيارات متعددة ينتقد بعضها الآخر وهكذا. على كل حال، الذي أميل إليه وأن الجشطلطية والبنائية والسوسيو بنائية ممكن أن ندرجها ضمن الباراديغم المعرفي كباراديغم مؤطر لهذه النظريات جميعها، والله أعلم. الإخوة، أرجو أن يبقى التواصل إن شاء الله بعد مفتوحا إن شاء الله للتقاسم للإضافات عبر الغرفة الصوتية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي. ولكم مني خالص الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا أستاذي خالد، تقبل الله منك هذا العمل، وإن شاء الله سيستمر هذا التقاسم وهذا العمل التربوي الهادف الهادف طيلة يعني السنة كلها، وليس فقط يعني مناسباتيا. فمرحبا بالإخوة جميعا. إن شاء الله تعالى لم يكن هناك ملاحظة أو يعني سؤال أو أي شيء آخر، فيعني نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونضرب لكم موعدا إن شاء الله تعالى يوم الغد في التجميعية، وعندما نقول تجميعية فهي تجميعية بشارجة بين اسم في نظرة وملاحظات مع النماذج الامتحانات المهنية السابقة في مواد التخصص مع أستاذ السي عبد الجبار الشرنقي. إلى ذلك اللقاء، دمتم متألقين بالعلا طامحين إن شاء الله تعالى. بوركتم، بوركت خطواتكم، بوركت حضوركم، بوركت تقدمكم.